حالة عبد الله الكحيل يعني والدته قالت انه يعني هو شوية بيبقى مرهق وتعبان، لكن اما يخش ان شاء الله المستشفى ممكن يحددوا الحالة. حالته ايه دلوقتي وامكانية العلاج يعني؟ هي الحالة طبعا حالة صعبة جدا، معقدة جدا من الناحية الطبية. احنا بنتكلم النهارده على 3 تخصصات طبية بتتعامل مع الحالة: جراحة القضام وجراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية. يعني إصابة تستدعي 3 تخصصات طبية ويمكن أكثر، التعامل بشكل مباشر. مع الأسف الشديد في خلال الفترة اللي فاتت طبعا الجرح ما كانش بيتم التغيير عليه، وبالتالي فيحتاج الى فتره عشان يتم تبصيره ويبقى خالي من اي التهابات ميكروبيه. ان شاء الله ان شاء الله كل الجهد يبذل من الطواقم الطبيه المصريه لمنع الوصول الى حاله البث والوصول الى ما يطلبه عبد الله، هو واستجاب له السيد الرئيس بانه يتم علاجه في مصر، يتمكن مره اخرى من السير على قدميه. يا رب الحقيقه ده توجيه السيد وزير يا رب الصحه يا الدكتور رب خالد عبد الغفار، وعمل دؤوب من كافه الطواقم الطبيه اللي تتعامل معاه للوصول الى هذه الحاله، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان نصل اليه. ملخص حوار والدته مع الدكتور خالد كان ايه يا فندم؟ يعني هي الحقيقه في غايه الامتنان والشكر والتقدير للسيد الرئيس وللدوله المصريه، ومقدره تماما حجم المجهود الذي تقوم به مصر للتعامل مع التداعيات الصحيه لهذه الاحداث، وعندها ثقه عاليه الحقيقه بان الشفاء في المشافي المصريه. وان شاء الله هي وجدت من الطواقم الطبيه ما يدعم ويعزز هذه الحاجة. بشكرك يا دكتور حسام مره ثانيه، وحضرتك وكل العاملين في وزاره الصحه لكم منا كل التقدير والاحترام على مجهودكم وعلى الحقيقه النشاط الملحوظ في كافه القطاعات، فكل الشكر والتقدير لحضرتك يا فندم. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان.